مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من الحصاد تاتيكم في تمام الثامنه من الاحد الى الخميس. اليوم وكما هي العاده في فقرتنا الحواريه هيكون عندنا لقاءين احتفالا باعياد سيناء واسترداد اخر قطعه واخر شبر من سيناء، واللي احتفلنا بيه كلنا يوم 25 ابريل الماضي. بنتكلم عن سيناء وعن امكانيات التطوير في هذه المنطقه، عارفين ان احنا بنحارب الارهاب هناك وان العمليه الشامله مستمره بقى لها اشهر في هذه المنطقه وستستمر ان شاء الله لحين تطهيرها، لكن ده ما عطلش القياده السياسيه عن انها تعلن انه يكون في تنميه في هذا المكان، ويتم انفاق اكثر من 275 مليار جنيه لتطوير هذه المنطقة بالمشروعات. الموضوع بقى موضوع أمن قومي، وهي أساسا أمن قومي طول عمرها من سنين طويلة، لكن ما كانش عندنا الجرأة إن احنا نقتحم الصحراء ونملاها بالبشر علشان يعني نمنع أي تسلل إرهابي. لما داهمنا الإرهاب بكل خطورته أدركنا إن احنا لابد إن احنا ناخد خطوة في هذا المجال، وإن احنا نعمر سيناء بالبشر، ده المهم جدا. عشان البشر يروحوا لازم يكون في امكانات للتنميه ومشروعات عديده هنتكلم عنها النهارده. عندنا محطه بحثيه مهمه جدا في هذه المنطقه ضمن محطات بحثيه متعدده تابعه لمركز بحوث الصحراء، هنتكلم عن دورها في هذه المنطقه وعن الامكانات المتاحه في هذه المناطق الصحراويه في سيناء للتطوير والبناء عليها. هيكون معانا دكتوره سوزان راشد نائب رئيس محطه بحوث شمال سيناء. كلنا بننتظر يعني الصيف وخلاص بدا يعني تباشيره تهل وبدات، برغم ان في امطار وكل شيء، لكن مع الامطار ما فيش يعني انخفاض في درجات الحراره، بل على العكس درجات الحراره مرتفعه وبتصل ل 38 درجه النهارده وامبارح، وبالتالي ده في كده ايه استعداد لبدايه فعليه للصيف وارتفاع درجات الحراره اللي بيزداد في الحاجه للتكييف والمروحه وغيرها من الاجهزه الكهربائيه اللي هترفع من استهلاكنا، وبالتالي هندفع اكتر في الفواتير. ده هيكون مصاحب بزياده في الكهرباء اعلن عنها منذ فتره طويله، يعني هي مش جديده علينا ولا حاجه، ولكن هتصادف شهر 6 او 7 القادم ان شاء الله ممكن يكون في زياده في اسعار الكهرباء بحسب ما اعلن مسبقا. ازاي نتعامل مع هذه الزياده؟ ايه الاستعدادات لمواجهه شهور الصيف ولمنع الاعطال في اي مكان من الاماكن الموجوده في مصر؟ ما بنتكلمش عن العاصمه، بنتكلم عن الصعيد، عن يعني المناطق البعيدة عن العاصمة واستعداداتنا ليها علشان تظل عامرة بالكهرباء والتيار لا ينقطع هناك، وأيضا يعني ازاي ممكن نحارب الإسراف في استخدام الكهرباء ونقوم موضوع الكشاف والقراءات الخاطئة للكشافين. هنتكلم مع هذا كله مع ضيفنا الأستاذ هشام عمر عبد الحليم مسؤول ملف الطاقة بالمصري اليوم. دي هتبقى فقراتنا الحوارية النهاردة، هاخد حضراتكم في جولة إخبارية وبعدها إن شاء الله ننتقل لهذه الفقرات. هنبدأ ب يعني امبارح كنا أشرنا في حلقة أمس لأسبوع العودة أو العودة للجذور اللي التقى من خلاله الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي والرئيس اليوناني في مشهد جميل جدا احتضنته مدينة الإسكندرية بالقرب من قصر رأس التين في محاولة لجذب كل الجريج اللي هم مكوناتهم اليونانيين والقبرصيين اللي كانوا بيعيشوا في إسكندرية وكانوا منورينها لفترة طويلة جدا من الزمان، هاجروا ودلوقتي احنا بنرجعهم مرة أخرى علشان يشوفوا الأماكن اللي تركوها اللي بيعتبروها وطنهم الثاني والبعض منهم بيعتبرها وطنهم الأول. النهاردة أيضا السيسي بيشيد بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نيكوس إنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة وسفير قبرص بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بالرئيس القبرصي مشيدا بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص وحرص الدولتين على دفعها لآفاق أرحب. وأثنى الرئيس على حرص الرئيس القبرصي على المشاركة في فعاليات أسبوع العودة للجذور، كما استقبل الرئيس اليوم الثلاثاء وفدا من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي بحضور اللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أشار في مستهل اللقاء إلى حرص مصر على استمرار التواصل مع كافة أطياف المجتمع الأمريكي بهدف تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدا على أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة لعقود بين مصر والولايات المتحدة. مصر دولة بدأت يعني
بتعمل توازن في سياستها الخارجية من 4 سنين فاتوا ومن أكتر كمان، في إعادة لعلاقاتنا بكل الدول على أساس المصلحة المشتركة، وده هيخلينا نقوي علاقتنا مش بس بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن بكل دول العالم اللي بتربطنا بيها علاقات مصالح وعلاقات اقتصادية قبل ما تكون كمان علاقات سياسية. كل عام وحضراتكم بخير. 1 مايو ده تاريخ عزيز علينا لأنه عيد العمال، كلنا عمال، يعني العمال مش لفظ بيطلق على العمال في المصنع فحسب ولكنه يطلق على جميع من يعمل بأجر، وبالتالي احنا كلنا او معظم الشعب المصري هم عمال، نستحق النهارده ان احنا يتقال لنا كل سنه وانتم طيبين. لكن مين اللي يستحق ده؟ العامل اللي بجد، اللي بيرضي ضميره في عمله وبيعمل عمله يعني باغيا رضا الله ورسوله ولقمه عيشه بالحلال. الرئيس النهارده بيهنئ عمال مصر بعيد العمال. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال مصر بعيد العمال، وكتب الرئيس على صفحاته الرسمية بموقع المدونات المصغرة تويتر: لعمالنا دور رئيسي في تحسين الوضع الاقتصادي لوطننا، فوجب علينا في عيدهم أن نكرمهم وننحني احتراما لصناع مستقبل مصرنا العزيزة. وأضاف قائلا: كل عام وعمال مصر سببا في تقدمها وازدهارها. كما هنأ المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عمال مصر بعيدهم قائلا: كل سنة وعمال مصر طيبين والشعب المصري طيب، المرحلة القادمة مرحلة بناء وبها مسؤولية كبيرة على عمال مصر، كما أكد رئيس الجمهورية. وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية بمقر غرفة عمليات الحكومة المركزية إن هناك مشروعات عملاقة الفترة القادمة تتطلب أن يتكاتف الجميع، واحنا فعلا بنرجو من الجميع ان يتكاتف لتحقيق هذه النهضه اللي بيكون في مقدمتها العمال. حول هذا الخبر معنا على الهاتف الاستاذ عبد الوهاب خضر رئيس تحرير وكاله انباء العمال العرب. اهلا بحضرتك. كل عام وحضرتك بخير، والحقيقه ان كل عام في عيد العمال في فتره سابقه ما كناش بنسمع غير كلمه واحده هي اللي كانت بتعلق بذهننا: المنحه يا ريس. ده كان في فتره سابقه. ماذا عن تمام. هذه الحقبه وما هو الجديد لعمال مصر فيها؟ تمام. اولا انا بهنئ جميع عمال مصر بمناسبه اليوم العالمي للعمال اللي هو بيوافق في الاول من مايو من كل عام. نعم. ثانيا انا حضرتك يعني كنت متابع حضرتك بتقري التهنئه التي تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر. صحيح. اليوم وذكر فيها ان هو لعمالنا دور رئيسي في تحسين الوضع الاقتصادي لوطننا، فوجب علينا في عيدهم ان نكرمهم وننحني احتراما لصناع مستقبل مصرنا العزيز. طبعا هي لفتة جيدة جدا من السيد الرئيس، وبتؤكد اهتمام القيادة السياسية بالطبقة العاملة وبالعمال اللي احنا بنسميهم جنود الانتاج. وطبعا انا يعني تشرفت بحضور خطاب الرئيس في عيد العمال يوم الاحد الماضي، وطبعا انا لاحظت كمان ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم مع العمال كان حريص جدا على ان هو يوجه لهم مجموعه من النصائح. زي ما حضرتك عارفه ان احنا مقبلين طبعا الوضع الراهن اللي مصر بتحتفل فيه بعيد العمال، في مجموعه من الاحداث الجديده او اللي احنا بننتظرها من وقت طويل زي اجراء الانتخابات العماليه اللي هتجرى منتصف هذا الشهر. طبعا هو وجه مجموعه من النصائح للعمال ان هم ينتخبوا الصادق المرشح الصادق المرشح الامين، خاصة ان احنا في امس الحاجة الى حركة نقابية قوية وحركة نقابية متماسكة. طبعا هذه التهنئة وهذا العيد وعيد العمال بياتي ايضا في ظل قرار من منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة بجنيف بشطب اسم مصر من القائمة السوداء، وده طبعا كان خبر زفاه السيد وزير العمل المصري محمد سعفان في خطابه في عيد العمال امام الرئيس وامام عمال امام ممثلي عمال مصر. ده انجاز كبير يا فندم بالنسبه يعني للحركه العماليه المصريه. ايه دواعي او اسبابه في رايك؟ يعني ايه السبب او ايه اللي احنا عملناه كحكومه مصريه ادت الى ان احنا اسمنا الحمد لله لا يكون موجود في القائمه السوداء للعمال؟ اولا لازم اوضح حاجه للساده المشاهدين واوضح حاجه للحكومه كمان المصريه اللي هي وزاره العمل، ان مصر طبعا اتحذفت من على القائمه السوداء، ولكن برضو حاله مصر هتناقش في مؤتمر العمل الدولي القادم. يعني هناك بعض الملاحظات اللي على الحكومه ان هي تجهز للرد عليها، واعتقد الحكومه فعلا بتجهز. يعني مش معنى شطب اسم مصر من القائمه ان مصر احنا ممكن نتناقش في الايجابيات مش لازم سلبيات،
اعتقد وزاره العمل بتجهز كلمه للرد على تقريبا في سبع تساؤلات للمنظمه. طبعا فلازم الحكومه تكون، لكن على اي حال هو قرار مفرح جدا وقرار جيد جدا بان منظمه العمل الدوليه تحذف والقائمه، وبالتالي القائمه القصيره. اعتقد ان المنظمه لمست مجموعه من الاجراءات اللي الحكومه اتخذتها في المرحله السابقه، زي طبعا سرعه اصدار قانون المنظمات النقابيه، وبالتالي اجراء الانتخابات العماليه التي لم تشهدها مصر منذ عام 2006. ده طبعا قرار مهم جدا. لو حضرتك تلاحظي او الساده المتابعين لهذا الملف يلاحظوا ان في توجه عام حتى من جانب النقابات المستقله اللي كانوا متهمين بالخيانه وارسال تقارير للخارج. اعتقد ان كان في تصريح من يومين لاحد قيادات هذه النقابات بيقول فيه ان احنا كنا اخطانا في اداره هذا الملف، ولكن كان بحسن نيه، وان احنا حريصين على مستقبل هذا الوطن، وان احنا حريصين على الوحده. اعتقد ان في توجه للاندماج، اعتقد ان في توجه لانتخابات عماليه نزيهه يشرف عليها القضاء، بحيث يكون عندنا تنظيم نقابي عمالي منتخب يشارك في عمليه التنميه. اعتقد كل النقابات او معظم النقابات المستقله دلوقتي تعد درس جيدا، وان هيبقى في انتخابات، وان الاختيار الاول والاخير سيكون للعمال، وان اللي العمال هيختاروه هو اللي هيقود المرحله القادمه بجانب طرفي العمليه الانتاجيه اصحاب الاعمال وبجانب الحكومه، لان مصر طبعا في مرحله خطيره. مصر بجانب المعارك اللي بياخدها الجيش المصري لمواجهه الارهاب في معركه اخرى اسمها معركه التنميه، لابد صحيح. ان اعتقد ان العمال هم جنود التنميه وجنود الانتاج. واعتقد انه ممكن العمال يعني بلجوءهم الى فض هذه النقابات المستقله الكتير دي يعطوا درس حتى للاحزاب المصريه الكتير جدا يعني زياده عن 100 حزب غير فاعل. فاذا نجحت التجربه في ان احنا نجمع النقابات المستقله دي مره اخرى في نقابه واحده تحقق طموح الناس، ممكن حتى الاحزاب يعني يحذوا حذوهم هم كمان، يعني يشوفوا خطاهم وانهم لابد ان يصححوا هذا الخطا. نعم نعم، انا فاهم حضرتك، لكن خليني اكمل يعني بس الجزئيه بتاعت ان فعلا ان مصر موضوع قانون النقابات العماليه في اجراء انتخابات عماليه مرتقبه. نعم. منظمه العمل الدوليه شركه الحكومه المصريه وشركه اطراف الانتاج وضع اللمسات في هذا القانون. ايضا في قانون العمل الذي سوف يصدر خلال ايام كما ذكر السيد وزير العمل وكما ذكر السيد رئيس لجنه القوى العامله في البرلمان. هو تم خلاص التصديق عليه يا فندم من رئيس الجمهوريه ولا؟ لا لا، قانون العمل لسه، قانون العمل بناقش في البرلمان، ولكن قريبا جدا خلال ايام هيبقى فيه اخبار كويسه بصدور هذا القانون، لان القانون هو الممهد للانتخابات. اعتقد هل يمكن اجراء الانتخابات بدونه ولا لابد من انتظاره حتى؟ لا لا لا، في حاجه اسمها قانون النقابات المنظمات النقابيه، ده خلاص انتهى وتم التصديق عليه من الرئيس. نعم. وتم وضع لائحه التنفيذيه، وبناء على اللائحه التنفيذيه ستجرى الانتخابات العماليه في منتصف هذا الشهر. اما قانون العمل هو اسمه قانون العمل الموحد، لانه بيطبق على كل من يعمل باجر في مصر من اصغر موظف الى حتى رئيس الجمهوريه. نعم. هو اسمه قانون العمل. هذا القانون، في القانون الحالي كان فيه بعض السلبيات زي موضوع الثماره السته، زي موضوع الفصل التعسفي، زي امور كثيره. هذا القانون سوف يقضي على هذه الامور ويحقق التوازن بين اطراف الانتاج الثلاث. هذه جزئيه. الجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها اخيرا يا فندم، حد اصلا فضل. نعم، مفيش حد. الو، انا سامع حضرتك بس يعني استاذنك اخيرا لضيق الوقت، اتفضل. كل التجارب اللي في الوطن العربي، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في المغرب، في الجزائر، كل تجارب التفرقة والتشرذم أثبتت فشلها. فنحن في حاجة إلى الوحدة. الوحدة ليس الوحدة العمالية فقط، ولكن الوحدة السياسية. ولكن يعني لابد أن يكون هناك تعدد في الأحزاب، يكون مجموعة صغيرة جدا من الأحزاب تكون فاعلة. وأنا لا أؤيد أن يكون هناك حزب للرئيس، لأن الرئيس لابد أن يكون هو رئيس لكل المصريين ورئيس لكل الأحزاب. نعم. أنا بشكر وجود حضرتك معانا، كل عام وحضرتك بخير، ونتمنى إن شاء الله سرعة صدور قانون العمل، لأنه بقاله فترة الحقيقة يعني أعتقد سنوات في البرلمان، أكثر من سنة كنا بنتكلم عنه، وقبل كده كنا منتظرون وما ظهرش، لكن جيد إن في قانون للنقابات العملية، وإحنا في انتظار هذه الانتخابات، ونرجو أن تكون مثالا جيدا يحتذى به بقى في الانتخابات الأخرى اللي إحنا منتظرينها، وواضح إنها هتتأخر شوية وهي انتخابات المحليات. القائم بالأعمال الليبي في الكويت يقول دعم السيسي لوحدة مؤسستنا قوض الإرهاب. وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء وفد ليبي يضم عددا من القيادات السياسية الليبية في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام لعقد عدة مباحثات خاصة بالشأن الليبي.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد عددا من المسؤولين لمناقشة الأوضاع داخل ليبيا وآخر التطورات في القضية الليبية. من جانبه أكد القائم بالأعمال الليبي لدى الكويت عبد العالي أنور الدرسي أن الدعم المصري اللامحدود إلى ليبيا ساهم بشكل كبير في تقويض الإرهاب في معظم الأراضي الليبية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الملف الليبي أهمية كبرى. وقال الدرسي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن وقوف الرئيس السيسي مع السلطة والدولة الليبية كان حاضرا منذ البداية، مشيرا إلى أن مساندة الرئيس السيسي ساهمت في تقوية الدولة الليبية في حربها ضد الإرهاب وفي تقويض المحاولات القطرية والتركية للتدخل في الشأن الليبي. وأشاد باحتضان القاهرة التي تعتبر بيت الأمة العربية على حد تعبيره للعديد من جلسات الحوار ومحاولات توحيد الجيش الليبي في ظل محاولات إذكاء الفتنة التي تقوم بها بعض الدول العربية والإقليمية لتأجيج الصراع في ليبيا. الحقيقة أنه ده أمننا الوطني برضو، مصر لعبت دور مهم جدا في هذا الملف الليبي، ودي من النجاحات اللي حققها القيادة السياسية اللي لابد أن نشيد بها. الحقيقة ما زلنا يعني في متابعة لأحوال الطقس المتقلبة دائما، وامبارح أشرنا إلى أن رئيس الوزراء كان بيتابع بنفسه عبر تقنية الفيديو كونفرنس لأحوال الطقس، وما زال حتى اليوم رئيس الوزراء بيتابع استعدادات 18 محافظا للطقس عبر الفيديو كونفرنس. قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تابع من خلال غرفة عمليات الحكومة المركزية تطورات الأوضاع الجوية بالفيديو كونفرنس مع 18 محافظا، واطمأن أن الوضع جيد في كافة المحافظات والتجهيزات الفنية على أكمل وجه. ولفت متحدث الحكومة في تصريحات صحفية بمقر غرفة العمليات المركزية، لفت أن هناك إجراءات احترازية تم اتخاذها مثل غلق بعض الطرق، موضحا أن هناك توقعات بتحسن تدريجي في حالة الطقس وفقا لهيئة الأرصاد. كما قال الدكتور طارق رفاعي المتحدث باسم مركز معلومات مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أعطى توجيهات بإنشاء مخرات جديدة للسيول بعدد من الأماكن وفقا لمركز التنبؤات بوزارة الري. وقال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية إن الدولة أنفقت حتى الآن 9 مليارات جنيه تقريبا على البنية التحتية لمخرات السيول لمواجهتها، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 3 مليارات جنيه مؤخرا على إنشاء بحيرات صناعية ومخرات جديدة، حيث تم إنشاء 250 بحيرة صناعية للاستفادة من مياه الأمطار. وده الموضوع المهم جدا، إن الحكومة تعتبر الأمطار منحة وليست محنة، مش بس كده نرتبك ونحاول السيطرة على الوضع. واحنا طبعا بنشكرها برضو انه يعني اتعلمت الدرس من المرة الأخيرة وبقى فيه يعني محاولة ل يعني متابعة الأحوال في كل المحافظات، ولكن كمان الاستفادة من مياه الأمطار في وقت بنعاني فيه من الشح المائي أصبح أمرا لازما علينا كمصري. الحمد لله وزير المالية بيؤكد تحسن الاقتصاد المصري. أكد عمرو الجرحي وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم في آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهري يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة. وقال خلال لقائه مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان إن الحكومة تعمل حاليا على إحداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة، وتستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة الأجل، الأمر الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. وحول جهود الوزارة لزيادة الإيرادات الضريبية أضاف وزارة المالية تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الآليات التي تسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب، وهناك حرص على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك. كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبي. نروح لأخبار الزراعة، والزراعة بتساهم في الاستعداد لرمضان بقدر كبير من الأغذية، وبالفعل هناك استيراد ل 114,000 رأس من العجول الحية و 75,000 طن لحوم ودواجن. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك والتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خلال هذا الشهر الكريم.
وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة للتيسير على المواطنين. وقالت الوزارة في بيان لها إنها ضخت كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها المختلفة، وكذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة ويامش رمضان بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظة. وأوضح التقرير أن اللجان البيطرية تستعد حاليا للإشراف على استيراد كميات من اللحوم في الوقت الحالي، وخلال شهر رمضان المبارك من المقرر أن تبلغ حوالي 3000 طن من اللحوم البقرية المبردة و2000 طن من لحوم الضأن المشفاة المجمدة من دولة السودان، فضلا عن استيراد 58,950 رأس من دول السودان وأوكرانيا والصومال والبرازيل، وكذلك حوالي 18,500 رأس من العجول البقرية الحية بغرض التربية من دول السودان والمجر وأوكرانيا. وتشرف اللجان البيطرية على استيراد 15,000 طن من الدواجن الكاملة المجمدة بدون أحشاء من دولة البرازيل. أكيد زيادة المعروض هيؤدي إلى انخفاض السعر، وكان في تجربة مماثلة قامت بها الحكومة في مجال يعني الدواجن المجمدة وحققت فعلا ده، وشفنا الفرخة ب 17 جنيه. ف ده إذا ظلت الدواجن على غلائها اللي احنا بنشهده حاليا، الدولة هتجد نفسها مضطرة طبعا للتدخل بعرض كميات أكبر لتقليل السعر. مش بس وزارة الزراعة هي اللي بتحاول انها توفر السلع ولا وزارة التموين، لكن كمان القوات المسلحة والداخلية الى جانب اعمالهم في مقاومة الارهاب واعمالهم التقليدية. الداخلية بتعلن عن 964 منفذ امان لتتحدى الغلاء في رمضان. قال اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية لبحوث الاستثمار إنه جاري تجهيز 40 منفذا جديدا لتوفير سلع شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء، لافتا إلى أن هذه المنافذ تابعة لشركة أمان وتتنوع ما بين منافذ ثابتة ومتحركة وتتوزع على مختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحات اليوم إن الهدف من التوسع في منافذ أمان هو حماية المواطنين من جشع التجار وتوفير متطلباتهم من السلع الغذائية الضرورية بأسعار مخفضة بناء على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. على جانب آخر، تفقد اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية عددا من منافذ أمان المنتشرة بالقاهرة الكبرى للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من توفير كافة السلع للمواطنين وبيعها بأسعار مخفضة. يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء منظومة أمان للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكافة محافظات الجمهورية. ونشكر طبعا كل الوزراء اللي بيساهموا في تخفيف يعني الأعباء الموجودة على كاهل الشعب نتيجة للغلاء الفاحش اللي احنا بنعانيه. برضو في رمضان وما بعد العيد إن شاء الله بيكون في حركة سفر كبيرة جدا واستخدام للسكك الحديدية، عشان كده وزير النقل بيوجه السكة الحديد لتسهيل سفر الركاب ومراقبة شبابيك التذاكر. وجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل رئيس وقيادة السكك الحديدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر الركاب والمراقبة الشديدة لشبابيك التذاكر في جميع خطوط شبكة السكك الحديدية، خاصة في صعيد مصر التي تشهد إقبالا شديدا من قبل المواطنين للسفر عبر القطارات خاصة خلال شهر رمضان. أعلن المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية وفق بيان صحفي إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل تسهيل سفر الركاب، حيث تم تكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر داخل صالات الحجز بمعرفة أجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة، وتشكيل لجان تفتيشية بمناطق الهيئة المختلفة وتشديد الرقابة عليها ليلا ونهارا. وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة شملت إجراء عدد من التنقلات بين صرافي التذاكر بعدد من المحطات مثل محطات كومومبو وإدفو ونقلهم إلى محطات أخرى واستبدالهم بصرافين آخرين وتوزيع الصرافين القدامى بمحطات أخرى من أجل تحفيز الصرافين لتقديم الخدمات لجمهور المسافرين. كلنا عارفين ان الاوقاف دي ثروه كبيره جدا جدا، لابد ان نعمل على تنميتها والاستفاده من مواردها. وزير الاوقاف عشان كده بيصرح ان لجنه محل بتعمل على الحفاظ واستغلال مال الوقف. اكد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ان الاوقاف ستعمل ولن تتوقف لان مال الوقف له مسؤوليه شرعيه وقانونيه. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي حول استراتيجية العمل بهيئة الأوقاف بعد إقالة رئيسها أن الدولة تدعم الوقف والعمل به،
حيث إن الرئيس شخصيا مهتم بمال الوقف وتنميته والحفاظ عليه شرعيا. وأوضح الوزير أنه لا يوجد جهة في الدولة تريد أن تفتت الوقف ولن يتمكن أحد من ذلك. ولفت الوزير إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب من قبل الرئيس تعمل بجد على استثمار مال الوقف، موجها الشكر لهيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على مال الوقف، ولها ممثل في لجنة المهندس إبراهيم محلب. وأكد كذلك أن رئيس هيئة الأوقاف المقال أسند بالأمر المباشر أعمالا ل13 شركة بالمخالفة للقانون، مضيفا إنه يتحدث عن خطأ إجراءات، لكن الحكم على التصرف أو الحكم على التصرف أمر يحسمه القضاء. آخر خبر معانا في فقرتنا الإخبارية عن مبادرة اسمها عايزين نتعلم. احنا عارفين انه يعني مصر في عدد كبير جدا مننا بيعاني من محو الأمية، وانه عدد كبير جدا من المتعلمين ما عندهمش القدرة على انهم ياخدوا دروس خصوصية او بياخدوها يعني بالضالين زي ما بنقول. وبالتالي لما تتبرع بعض الجهات المساهمة للتخفيف عن الآباء والأمهات وتعمل مراجعة شاملة لطلاب الثانوية العامة، ده هيشجعهم جدا وهيكون مبادرة طيبة. في مبادرة عايزين نتعلم اللي اختتمت فعاليتها اليوم أقيمت بمدرسة السعيدية الثانوية وشملت مراجعة لطلبة الثانوية العامة على مدار شهر كامل. المبادرة دي تحت رعاية قناتنا المتواضعة قناة مصر الزراعية ومؤسسة الأهرام وبالتعاون مع مؤسسة حفيظة النواوي ومحافظ الجيزة، وكانت بالمجان تماما. كاميرا البرنامج كانت موجودة في قلب الحدث وسجلت لحضراتكم تقرير هنشوفه، وبعدها إن شاء الله نعود لفقرتنا الحوارية. عايزين نتعلم مبادرة حب لشرف بلدنا ثانوية عامة بفكر جديد نقدر نتعلم نحقق هدفنا تسلم يا ريس لرعايتك لينا. عايزين نتعلم دي كانت مبادرة طموحة استمرت لمدة شهر في المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة السعيدية واللي شملت معظم المواد، وكان بيحاضر فيها نخبة من مدرسي محافظة الجيزة. طالب الثانوية العامة طالب ذكي بيدور على المكان اللي هياخد منه المعلومة. نجاح المبادرة بيؤكد ان التعليم داخل المدرسة مش خارج المدرسة. هو عارف ان هو جاي بيبقى فيه مدرس متخصص مادته العلمية، مدرس تبع الوزارة، فهياخد منه المعلومة هو واثق، ومش أي مدرس برضه، مدرس بيدي المعلومة صح بطريقة سهلة تثبت المعلومة ما تخرجش تاني. غير السناتر ما ممكن يكون واحد مش متخصص وشغال في السنتر بس الطالب ما يعرفش، فهم هنا حسوا بالفرق وده بيظهر من أول يوم. إحنا كمؤسسة مش هنقدر نوفر لكل المحافظات الرعاة اللي معانا مش متأخرين، لكن لابد من مساعدة برضه الدولة معانا. يعني لابد من مساعدة الدولة معانا عشان نقدر نوصلها لل 29 محافظة. احنا ابتدينا نوصل دلوقتي قناة مصر الزراعية بتذيع يوميا من 10 ل 12، بوابة الأهرام من 10 ل 12، الطالب لو عاوز يتبع الملزمة من على موقع الأهرام، فاحنا وفرنا كل السبل إن كلهم يوصل لهم المبادرة. مبادرة عايزين نتعلم بتستهدف طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظة الجيزة بالكامل، وكان الحضور بالمجان لأي طالب بيرغب بالمشاركة. بشكر القائمين على المبادرة لأن أنا بصراحة استفدت منها جامد، وخصوصا في مجال الرياضة، الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية، لأن المصر بصراحة كان شاطر جدا. المبادرة كانت جميلة جدا، هي الأول مرة بتحصل في عموما في مصر، ده يعني خطوة في التعليم الصح. لا هي يعني كويسة، وأنا حضرت من أول المحاضرة الأخيرة المبادرة من أولها لأخرها، وكويسة ولقيتها أحسن من الدروس الخصوصية وكده. المبادرة ليها استفادة كبيرة وكل حاجة، بس ما نقدرش نقول من التجربة الأولى هنقدر نقول مثلا إن المبادرة ناجحة بنسبة 100%. ناجحة والدنيا تمام، وصراحة المدرسين على أعلى مستوى وكل حاجة، بس فكرة هنيجي نتكلم على الوقت. ممكن تيجي على دروس خصوصية شوية، بس إنك تخلي ساعتين في يومين لكل مادة عشان تجيب فيها المواد كلها برضو، يعني لو أنت عايز فعلا تدي على دروس خصوصية فالفكرة تمام، بس اللي أنت يعني لازم عشان تعمل ده خلاص يبقى تدي الفرصة للمبادرة إن إيه تعلى بالوقت أطول عشان تدي المدرسين فرصه. هي ناجحه، فكره في استفاده، في استفاده، بس فكره كل مدرس بيجي ان فكره ساعتين على يومين بس، فدي بتبقى فتره قليله. المبادره كويسه والاستفاده منها بتبقى افضل بكتير من الدروس الخصوصيه،
بس عايزين بس الوقت يبقى زيادة شوية. المبادرة مفيدة جدا عشان يعني ساعدتني مع أنا طبعا باخد دروس زي أي طالب في ثالثة ثانوي، بس طبعا مع المبادرة طبعا يعني ساعدتني كتير في المذاكرة بتاعتي وخلتني يعني أحسن. هنا لمينا المنهج في وقت أقل بشرح أكتر، هنا في وقت أقل، لا هنا أحسن من الدروس الخصوصية، يا ريت دي لو اتعممت أكيد الدروس هتتلغي. النهاردة كان ختام المبادرة اللي بتمثل جزء من حل مشكلة الدروس الخصوصية وبترفع الضغط عن كاهل أولياء الأمور، وكمان كانت ثمرة التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وبعد ما حققت المبادرة نجاح في المدرسة السعيدية، هل من الممكن أنها تتعمم على مدارس مصر بالكامل؟ أحمد سعيد، مصر الزراعية. عايزين نتعلم.